يعني الحديث الآن عن السودان، وبحسب الخارجية السودانية أنه لم يتمكن الطرفان من عقد هذا اللقاء المرتقب، كان بدعوة جيبوتي، وكان هناك أيضا تصريحات من قبل البرهان، تصريحات أخيرة. أستاذ أشرف العشري، ما هي دلالات هذه التصريحات الأخيرة الخاصة بالفريق أول عبد الفتاح البرهان؟ مساء الخير أستاذة منى، وكل سنة حضرتك بخير وعام سعيد على الجميع وضيفك الكريم. وكل تأكيد المشهد في السودان مشهد مأساوي كارثي، الأوضاع بعد 9 أشهر مزيد من الانحدار، مزيد أيضا من التردي والتراجع والخلل في المشهد على المستوى السياسي والاقتصادي وحتى على العسكري وربما أيضا الأمني، وأدى إلى حالة من الفوضى الجوالة داخل أقاليم ولاية السودان بسبب ما تسعى إليه إحدى الجماعات المتمردة التي سعت إلى إلحاق الأذى بالسودان على مدار 9 أشهر الماضية عبر عمليات قتل وتنكيل والاستعانة بمجموعة من المرتزقة من دول الجوار حتى تستطيع أن يكون لديها درجة كبيرة من التمكن والتمكين داخل ولاية السودان، مما أدى أن يكون هناك ارتكاب جرائم وفظاعات بشعة على مدار الشهور الماضية، أقربها ما يعرف به عمليات تجويع الشعب السوداني وسرقة كثير من المواد الإغاثية وعمليات الاغتصاب والتنكيل، وكان آخرها اليوم على سبيل المثال عمليات قتل وإعدام جماعي لبعض السودانيين في بعض ولايات دارفور عندما سيطرت جماعة الدعم السريع على 4 ولايات في الشهرين الماضيين، فلحقت الأذى بسكان دارفور كما تفعل في واد مدني والجزيرة ولاية الجزيرة. وبالتالي هذا الأوضاع ربما لفتت النظر أن هناك بالفعل خطر عظيم يواجه السودان الشقيق، وأنه لابد أن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من التمسك بنجاح الجيش والدولة السودانية في إعادة السيطرة والتمركز والتموضع داخل السودان بكل ولاياته وأقاليمه. ويبدو أن فريق البرهان كان محقا عندما اشترط لأي لقاء مع حميدتي أن يكون هناك التزام بخروج قوات الدعم السريع المرتزقة قوات الفوضى من داخل العاصمة الخرطوم وأيضا ولاية الجزيرة، وأن يتوقف عن دعم سان عمليات القتل والاغتصاب وكل الممارسات غير الإنسانية التي يمارسها على أرض الواقع. وبالتالي كان مرتقب أن يكون هناك لقاء في جيبوتي في الخميس الماضي، وذهب حميدتي إلى الهروب باتباع سياسة الهروب إلى الأمام وعدم التزام بما جاء في هذا الهروب. وصفته حكومة السودان أنه مماطلة من قبل يعني الدعم السريع وعدم تحكيم صوت العقل، هكذا يعني كان نص البيان تحديدا. بكل تأكيد هذا هو الحقيقة، لأن عندما تم التوافق من قبل جيبوتي ومجموعة الإيجاد أي الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا الإيجاد المعروفة بالإيجاد، كان هناك ترتيبات لوجستية جيدة وإيجابية وكان هناك جدول أعمال كان يجب أن يلتزم حميدتي، لكنه تهرب ولم يلتزم بمواعيد الحضور لهذه القمة واتبع بعض الحجج والمسوغات الخاصة بالهروب والإسفاف فيما يتعلق بعدم التزام بأي مقررات أو مهرجات سيتم التوافق عليها، وسعى لزيارة كل من أوغندا وأثيوبيا، وأيضا سعى لأن يكون هناك بالفعل إعلان بعض الدعوات البغيضة غير المقبولة فيما يتعلق بالتمسك بوحدة تراب الأراضي السودانية من خلال تصريحاته اليوم وغيرها. وبالتالي هذا لا ينم على أن هناك رغبة سودانية، رغبة من قبل حميدتي في الحفاظ على وحدة أراضي السودان، وأعتقد الفريق البرهان والجيش السوداني محق في جعل هذه الجماعة جماعة متمردة تسعى لنشر الفوضى، ولابد من اتخاذ مواقف متشددة وتنفيذ ما تم التوافق عليه.